السلام عليكم. اليوم رحوا لمدينة بيجاية لنعرفكم على هذه الإقامة السكنية الرائعة اللي راهي قيد الإنشاء في مدينة بيجاية، واللي الحي بكله يعرف عملية تاع تطوير يعني غير مسبوقة، وكذلك يعني بصفة عامة المدينة تاع بيجاية تعرف حركة عمرانية كبيرة. إن شاء الله تكون التهيئة العمرانية الخارجية يعني تاع المدينة والفضاءات الخضراء وكل هذه الأمور اللي تدخل في التهيئة تكون يعني في المستوى وتكون بمعايير عالمية إن شاء الله. أترككم تتابعون ما تبقى من هذه الفيديو. السلام عليكم.